بسم الله. ربنا خذ بأيدينا إلى حيث مرضاتك وحيث سلامتنا من غضبك وأليم عقابك يا هادي يا رحمن يا رحيم. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قالك من صفاتهم اللي تخرج آلام تحدث أصوات معينة ما لا تشيب بأنهم في شدة كبيرة الزفير. الحكاية مش سهلة راهو مش اليوم متني لا زفير لا كابل ضرب على العود وموسيقى البيبل وغيره وغيره ولا بوب ولا تعالى كل حال انت اليوم تو في شقشق. لكن ان ثبتت على ما انت عليه من كفر واوهام وامراض عقليه لا يمكن تعدادها اعلم ان مصيرك زفير فيه زفير فوق زفير ومن تحت زفير يعني صوت يفضح آلامك اللي هي خارجة من قلبك النتن المتعفن. افهم روحك قبل ما تندم على روحك. نسأل الله تمام الإخلاص له وتمام إرضائه وهو أهل لذلك أن نكون من المخلصين الصادقين في توحيدنا لربنا وشكرنا لآلائه والسلام علينا أهل الإسلام الذي لا يتطرق إليه شيء من الأوهام.